Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل كل أمورنا على خير. Today we have a reading lesson from Unit 7. اللغة العربية The Arabic language. العربية الفصيحة بين يديك، عفوا العربية الفصيحة وأثرها. Our book العربية بين يديك. Our lesson العربية الفصيحة وأثرها. العربية الفصيحة Standard Arabic and its effect وأثرها. العربية الفصيحة وأثرها. Standard Arabic and its impact or influence. تأثير. تهيئة. Preparing. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. Think about answer these questions. First question. 1. بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ In what language was القرآن revealed؟ بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ In what language was the Holy Quran القرآن الكريم
The Great Book القرآن الكريم Revealed. اثنان، ما اللغات التي تكتب بالحرف العربي؟ ما اللغات التي تكتب في الحرف العربي؟ What languages، لغة singular، اللغات plural، feminine plural، اللغات. What languages are written with the Arabic letter؟ ما اللغات التي تكتب بالحرف العربي؟ What languages are written with the Arabic letter؟ ثلاثة، اذكر بعض الألفاظ العربية في لغتك. اذكر بعض الألفاظ العربية في لغتك. List some Arabic words in your language. List some Arabic words، الألفاظ العربية، in your language. أربعة، اذكر بعض الألفاظ العربية في لغات أخرى. اذكر بعض الألفاظ العربية في لغات أخرى. Mention some Arabic words in other languages. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. نشأت فعل ماض مبني على الفتحة، والتاء تاء التأنيث الساكنة. هي نشأت اللغة. هير نشأ، نشأت، والتاء التأنيث فيمينان، سكون تاء. نشأت اللغة. اللغة فاعل مرفوع بالضمة، subject. العربية صفة للغة، its adjective to the اللغة. في proposition جزيرة، noun for proposition، اسم مجرور، العربي مضاف إليه. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. The Arabic language originated، نشأت، originated in the Arabian، الجزيرة، شبه الجزيرة، في جزيرة العرب قبل الإسلام. Arabian Peninsula before Islam، الجزيرة، island، جزيرة العرب، it's not island. There are the sea from three places. It's شبه جزيرة. Peninsula. Arabian Peninsula. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب. Yes. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. Before the time of Islam, the Arabic language originated in the Arabian Peninsula. وكان العرب قبائل متفرقة. And the Arabs, العرب، وكان العرب، and the Arabs was separate، متفرقة، قبيلة، tribe، قبائل plural،
tribes, separated tribes, and Arab and the Arabs were separate tribes, قبائل متفرقة. وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها. Some of these tribes had their own dialects, لهجة, dialects, and there were a few differences between the dialects. وكانت هناك اختلافات قليلة. And there were a few differences between the dialects. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. وكان العرب قبائل متفرقة. وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها. وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. The Arab language originated in the Arabian Peninsula before Islam, before Islam. And the Arabs were separate tribes. And some tribes had their own dialects. وكانت الاختلافات and there were a few differences between the dialects, اللهجة or accent. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة, لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها, ثم جاء الإسلام وأنزل القرآن الكريم, وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, سورة يوسف الآية الثانية. وكانت للعرب لغة مشتركة. And the Arabs had common language, لغة مشتركة. We have many tribes. Each tribe had its own dialects. But for all the Arab, there were common language, لغة مشتركة. وكانت للعرب لغة مشتركة. And the Arabs had a common language. هي اللغة العربية الفصيحة. This common language, it is اللغة العربية الفصيحة. It is, which is the standard Arabic language. اللغة العربية الفصيحة, standard Arabic language. This language, الفصيحة, standard, it's لغة الشعر والخطابة. The language of poetry, الشعر, poetry, والخطابة, and rhetoric, الخطابة, like خطبة الجمعة. This is الخطبة, خطبة الجمعة. The Arabs in the ancient times, they were very special in poetry and poem. Yes. الخطابة, rhetoric. لغة الشعر والخطابة. These common language, it is the standard language between all the tribes. This language, they use it in poetry and rhetoric. التي كان العرب يتحدثون بها. Which the Arabs used to speak. These common language.
ثم جاء الإسلام. After that, then Islam came. جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى revealed the القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة in the standard Arabic language. اللغة العربية المشتركة common language between the Arab tribe. ثم جاء الإسلام. After that, Islam came and Allah subhanahu wa ta'ala revealed the standard Holy Quran which in the standard in the standard Arabic language. قال الله تعالى. الله سبحانه وتعالى said in Surah Yusuf الآية الثانية second ayah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Indeed, we have sent it down as an Arabic Qur'an that you might understand. Ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Indeed, we have sent it down as an Arabic Quran that you might understand. وكانت العربي لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. القرآن الكريم gave some old Arabic words a new meaning. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة. القرآن الكريم gave some بعض old قديم old Arabic words الألفاظ words gave some old Arabic words a new meaning. جديدة new معاني meanings new meanings. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة وجاء بأساليب جديدة. القرآن الكريم we're talking here about القرآن الكريم. He gave some new meaning for old words. And جاء بأساليب جديدة. And came up with new methods. أساليب, أسلوب, method. أساليب, methods. And came up with a new methods that were التي لم تعرفها العربية من قبل. These methods that the Arabic language doesn't know here before. That were not known to Arabic before.
أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. القرآن الكريم gave some old Arabic words and new meanings and came up with new methods that were not known to Arabic before. من قبل before. كان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية. القرآن الكريم كان سببا، كان سببا was reason for originated the Arabic science علوم اللغة العربية or the Arabic knowledge originated of Arabic language science. Which Arabic language science like النحو grammar القواعد الصرف forms form the words النحو والصرف like grammar and morphology الصرف and البلاغة البلاغة also rhetoric rhetoric والعلوم الإسلامية and all kind of Islam knowledge والعلوم الإسلامية كعلم التفسير like التفسير والحديث and فقه and the others وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية. القرآن الكريم was a reason for the originated of Arabic language Arabic language science or knowledge such as grammar, morphology and rhetoric and Islamic science and Islamic knowledge such as التفسير حديث and الفقه and others أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية فأقرضتها كثيرا من الألفاظ وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية. The Arabic language influenced the languages of the Islamic people. الشعوب الإسلامية for the Islamic people such as Persian الفارسية Persian الأردية أردو والسواحلية سواحلي فأقرضتها كثيرا من الألفاظ فأقرضتها its اللغة العربية lend them أقرضتها lend them many of the words وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي and many of those languages many of those language had written in Arabic letter الحرف العربي in Arabic letter واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية other languages borrowed some Arabic words
Which language? English, French, and Spanish. واقترضت لغات أخرى بعد الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. Other languages borrowed some Arabic words such as English, French, and Spanish. This is the lesson about العربية الفصيحة وأثرها. Standard Arabic language and its effect. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها اللغة العربية من قبل. تعرف؟ No. لم، أداة نفي وجزم. This article for make the sentence negative and make the present verb with سكون. تعرف، تعرف فعل مضارع مرفوع بالضمة، present verb rising with ضمة. But we have this article لم، لم. Yes, and Russian language. لم تعرفها، تعرف with سكون. لم تعرف. This article make the sentence negative, didn't know, and make the present verb with سكون. تعرف فعل مضارع مجزوم. Present verb with سكون. Why with سكون؟ Because we have this article before it. لم تعرفها العربية. The Arabic didn't know it. لم تعرفها العربية من قبل. Before. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية. Also أثرت with تاء سكون وموفمنت إت منعا لالتقاء الساكنين until two سكون don't come together. أثرت للتعريف with سكون، we make the first سكون كسرة. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأوردية والسواحلية. الفارسية they speak it in Iran، الأوردية in Pakistan and maybe Afghanistan sometimes and India، السواحلية the coast of East Africa, Somal, Eritrea, Ethiopia, all these coasts, Africa, talking some accent or some language called it As-Sawahiliya. Most of its words from Arabic language.
فأقرضتها كثيرا من الألفاظ وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي. letter Arabic letter حرف. نعم الحرف the letter. واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية and والروسية أيضا. مفردات vocabulary. صل بين الكلمة والتعريف المناسب. Match between the word and its definite. الشعر. Poetry. الشعر. الشعر in the old culture of Arabic culture we didn't have المسرح theater or novels just they was write or say الشعر the poetry. It's very excellent in poetry, but in our culture, old culture, ancient culture, we don't have any theater like Greek or Roman or Byzantine. Just Arabic, where they were write or say poetry, الشعر. All the Arab people, Arab in the ancient time, they speak, they do the poetry, they write poems, or they say that. الشعر. الشعر اللغة العربية الفصيحة. الفقه اللهجة علوم اللغة. الشعر. الشعر we have here يعرفها جميع أهل البلاد. All the people in the country know that. اللغة العربية الفصيحة standard Arabic language we write it this يعرفها جميع أهل البلاد. All the people in the country know that. علم تعرف به العبادات a science that we know with it العبادات like الصوم الصلاة الصوم الزكاة الحج. علم تعرف به العبادات the knowledge that we know العبادة with it. يتكلمها بعض الناس some people speak that يتكلمها speaks it some people from the country. النحو والصرف والبلاغة. النحو grammar الصرف realistic البلاغة morphology and الكلام الجميل the sweet speech or the beautiful speech. الشعر الكلام الجميل. الشعر. What is الشعر? The poetry, the sweet or the beautiful or the wonderful speech. اللغة العربية الفصيحة. Standard Arabic language. يعرفها جميع أهل البلاد. All the people in the country know it. الفقه
What is الفقه؟ علم تعرف به العبادات. Science that we know the العبادات with it. In the book of الفقه. اللهجة. Dialects or accent. اللهجة. يتكلمها بعض أهل البلاد. Some of the people speak it. Yes, فقه. In dictionary, it's very difficult to read. الفقه اللهجة يتكلمها بعض أهل البلاد. Some of the country say that. علوم اللغة. Science of the language, it's النحو, grammar, الصرف, rhetoric, البلاغة, morphology, البلاغة. كان وأخواتها. Here they ask us اكتب أسماء أربعة علوم تحت كل عنوان. Write for science under each title. من علوم اللغة العربية. من علوم اللغة العربية we have here النحو الصرف البلاغة 3. النحو الصرف البلاغة. من العلوم الإسلامية الفقه التفسير what we talk about also التفسير الحديث الفقه all these التجويد yes all these from العلوم اللغة الإسلامية الكلام yes كان وأخواتها إن شاء الله we will take it in another lesson it's a grammar lesson maybe tomorrow إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. We will stop here إن شاء الله. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه أمة المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا في الطريقة النقشبندية العليا. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أطرحتهم بركة وعاد الله تعالى عليهم بركاتهم ومفروضاتهم دائما وأبدا وعلى نية شفاء سيدنا الشيخ علي الفاتح.